يعطيكم العافية. اليوم محاضرتنا عن الجزء الثاني من الانتوبيشن، من انتوتريكال انتوبيشن. اليوم رح نحكي عن السكشن شوي، بعدين رح نحكي عن الكونفرميشن ميثود بنستخدمها لنتأكد انه اور انسيرت للانتوتريكال تيوب كان اكوريت. بعديها رح نحكي عن securing، واخر شيء عن الاكستوبيشن اف نيدد اند شو الانديكيشن ليله. هلا بدنا نحكي عن السكشن. في البدايه البروسيجر از هو لما نعمل الاورال تريكل انتوبيشن، في من الادفانتج اللي بيعملها بوتينج هاد التيوب انه بيعمل بريفنت للكف والريفلكس، اند بيعمل يعني كايند اوف انتفريز مع نورمال ميوكال سيلاري فانكشن. لهيك از ريفلكت رح تزيد عندنا انكريز الايرويز سيكريشن برودكشن، وهاي السيكريشن لما تزيد بسبب وجود التيوب رح تعمل ديكريز لابيليتي تو كلير سكشنينج او سوري تو كلير السيكريشن عن طريق الكافينج، لانه اوريدي احنا حاطين وات التيوب. So الاندوتريكيال تيوب سكشنين هو يعتبر as a process necessary ليعمل كلير لهاي secretion and maintain للairway patency. Therefore انه بيعمل optimize the oxygenation والventilation، بالذات انه البيشت لما يكون انه هو المشين. فهاي انه again فكرة انه السكشن انه قديش هو امبورتنت فيها. طبعا اكيد هلا احنا بهمنا انه نعرف كيف نعمل افكتيف اند سيف سكشنينج للاي تي تيوب، ورح ندخل فيه ورح نعرف شو الانديكيتر. طبعا اجين السكشن هو فيري هيلبفول بروسيجر لعمليه انه جيت ريد من هاي سكريشنز الموجوده. So suctioning is a basic technique to maintain an open airway. The purpose of oral suctioning is to maintain airway and improve oxygenation and remove mucus secretion and form bodies or materials the vomit gastric secretion from the mouth and the throat. اللي هي الأوروفارينكس area. So لما أظن إنه هيك واضح شو تعريف suctioning. هلا أكيد أخذتوا في مادة الأساسيات عن suction devices، عارفين في something بيكون fixed، في شي portal، وعارفين depending على نوع الكاثيتر في عنا شي بيسموه whistle tip كاثيتر، في عنا اليانكر كاثيتر أو التنسل tip كاثيتر فيهم. طبعا هلا sometimes بيكون في إنه which type of device to pick، هذا بيعتمد على two criteria. أول شي ال patient age، وفي عنا clinical problem. والجدول اللي تحت طبعا رح يبين لنا examples على شو الفئات العمرية والtype للكلينيكال بروبلم اللي تستخدم معها الابروبريت ديفايس. مثلا نيو بورنز عادة البريفيرد انك تستخدم معهم والسبوز انك تستخدمهم هو البالب سرينج او السكشن كاثيتر. طبعا السكشن كاثيتر انتو عارفين هو بتكون مرنة سوفت، دايمتر تبعها سمول، so مش اوفر مزعجة، شوي لينث تبعها اطول. anyway والبالب سرينج اكيد كلياتكم موستلي ممكن بيعرفوا، بالذات اللي عندهم اخوان صغار، انه زي الشفاط الصغيرة بيستخدموها ليريحوا النيو بورن من السكريشن اللي بتكون بالذات بالنوز. so النيو بورنز موستلي بيستخدموا حمية البالب سرينج يا السكشن كاثيتر. الانفانت and children with thin secretions برضو بيستخدموا معهم the same البالب سرينج او السكشن كاثيتر. لما يكون sometimes placed in the oropharynx or nasopharynx or down an ET tube، يعني بالذات بالET tube لما نستخدم شو نوع suction device نستخدمه هو suction catheter اللي هو whistle tip catheter، يعني أنا بتقدر أنك تفوتها diameter تبعها وهي flexible ومرينة فيها. وفي عنا large bore suction catheter أو اليانكر catheter أو التنسل tip catheter. هي التنسل يعني شو لمستوى فقط شو الأورال cavity، نستخدم الهوات نستخدمها مع الانفنت والتشيلدرن اللي في عندهم thick secretions او في particle matters يعني،
أو للأدلس بالأوروفارينكس الأريا فيها you can do إنه suction using them، بالذات اللارج بور لأنه الديمتر تبعها واسع، فيعني أي شيء بيكون في parts of particles في rigidity secretions preferred إنه يستخدم اللارج أو اليانكر كاثيتر. أما الشغلات البسيطة الخفيفة اللي فيها fluidity إنه بنستخدمها هوات اللي هي الويستل تيب كاثيتر فيهم. طبعا هلا رح نحكي عن الانديكيتورز او الانديكيشن فور سكشنينج. عادة السكشنينج الفئات المعنية اللي بيصير ممكن انها تكون معرضة ليصير لها عملية او البروسيجر للسكشنينج، طبعا اكيد الاول نيو بورنز اول ما ينولدوا بيصير لهم سكشنينج، البيشنت وذ فلويدز اور فورم بوديز ان ذا نيزوفارينكس اور اوروفارينكس، intubated patients with fluid or secretion in the ET tube, patient with a tracheostomy tube with fluids or mucus in the tube. كريستومي يعني مقصود فيها انه عملية انه بيحطوا التيوب في الثقب في التراكيا، يعني بيحطوا فيه ثقب بيكون منطقة التراكيا اريا وبيحطوا ثقب وبدخلوا فيه هوات التيوب. طبعا في عنا contra indication for suctioning، mean the patient اللي never ever to do suction with them، patient with severe airway obstruction and suspect airway form body prior to seeing the airway with the direct laryngoscope، و minimize the suction in the intubation patient that suspect with increase the intracranial pressure. إنه أصلا واحدة من الكومبليكيشن إنه ممكن يعملها السكشن إنه زيد، فأي واحد already وضعه لا يسمح اوريدي هو احتماليه انه كتير انه يكون اوريدي في عنده ارتفاع فانت تزيده كمان فهي مشكله فيها. هلا بدنا نحكي عن البوسيبل كومبليكيشن. طبعا هلا بدنا نحكي عن كيف نختار الابروبريت سايز للسكشن كاثيتر. عادة easiest way إن نعمل calculate the appropriate size suction catheter هو بنعمل double the size of ET tube، بس لنعطي size إنه more effective و more إنه يكون ما نضمن any complication فيه. أغلب الأبحاث والدراسات بتحكي إنه لازم size للsuction catheter ما يتعدى 50% من الانترنال ديامتر للإندوتريكيال تيوب، يعني ديامتر يعني ديامتر تبع الإندوتريكيال تيوب لازم ما ياخد انه يعمل اكلوجن فيه مساحة اكتر من 50%. الفكرة ليه؟ عشان يكون يعمل انشور انه فيه افكتيفنس ويقلل الريسك للكومبليكيشن. كيف؟ عادة لما يكون ياخد مساحة أكتر من 50% هذا الشيء شو راح يعمل؟ راح يرفع نسبة إنه نيجاتيف بريشر، فهذا الشيء بيزيد الهايبوكسيا وبيزيد إنه في عندي كولابس بال بال بالأبر لوبس بالذات بالرايت وان، وبيعمل لي ممكن ريسك ليصير في عنا ميوكال إنجري من ناحية تروما لللنج أو للتريكيا أو للميوكال أو الإبيثيليال أو الريسبيراتوري فانكشن أدرينال، لأنه أورد رح يعمل كومبرس على السيليا الإبيثيليال سيليال اللي بتغطي الريسبيراتوري، سو موستلي هذا الشيء رح يؤدي إنه يصير فيه كولابس فيها. لهيك إحنا بريفيرد إنه دائما إنه يكون السايز للسكشن كاثيتر يكون ما ياخد أكتر من أو يشغل حيز أكتر من 50% من الانترنال دايميتر للإندوتريكيال تيوب. سو في إنه معادلة يعني تانية اللي هي إنه already الإندوتريكيال سايز ناقص واحد وضرب بعدين اثنين. Again ليه هذا قديش ندل على الإفكتيفنس إنه لا إنه بيكون مور إنه أحسن، لأنه بتعطيني بوحدة هو فرنش آخر شيء. سو الأصح مثلا إذا كان عندي سايز 8 8 ناقص 1 هي 7 7 ضرب 2 بيعطيني 14 فرنش فيها، وهذا موستلي إنه بريبيريت لسايز إنه ما يعني موستلي ما رح ياخد اكلودد أكتر من 40 ل 50% من الانترنال ديميتر
للاتيتيوب. سو هاي واحدة من الأمور من ناحية كيف إنه نحسب السايز للكاثيتر. هلا بدنا نحكي عن again. طبعا وشغلة again السايز هو mostly إنه مهم يكون appropriate size لأنه يعمل influence directly على ال volume of secretion. بالعكس يعني قد ما يكون سايز صح قد ما أنت قدر حتى تأخذ الكمية السكريشن المناسبة فيها وما يعمل any complication related لل عملية السكشن as general فيها. طبعا كمان في عنا هلا نحكي عن البريشر. You know برضو البريشر من الأمور اللي very important ناخدها بعين الاعتبار لما بنحطه الست للبيشنت فيه، لأنه إذا يعني كان في عنا too much بريشر هذا mostly بالذات الفاكيوم ليفل انه اعلى من السبوز ممكن يسبب لي انجري للميوكس ممبرين ويعمل لي بليدنج وفاردر كومبليكيشن. زي ما انتم ملاحظين بالجدول في عنا تقريبا سكشن السكشن بريشر الملائم لكل حدا من الفئات العمريه. اجين بيهمنا لما يكون في عنا موستلي انه هاي نيجاتيف سكشن بريشر موستلي ممكن يعمل again collapse injury يأثر destruction للإبيثيليال سيليا بالإيرويز. كل هذا إنه بيأثر as general على العملية السكشنين وبيعمل more complication لإلها. So عندنا مثلا unit من 60 لـ80 infants من 80 لـ100 children من 100 لـ120 adults من 100 لـ150 في بحالات جدا رير ممكن يرفعوا لـ200 انه يكون بريشر لما يكون في too much thick secretions انه فيها. sometimes حتى 60 ممكن ينزلوا لـ50 في some cases be again is depending على clinical issues الموجودة عندنا للإنفنت فيها. هاي انه اهم notes نحكيها الـ related لـ السايز والبرشر فيها. طبعا again preparation اكيد بدنا نختار ال appropriate device depending على ال age وال clinical problem الموجودة. بدنا نشوف السايز وحكينا فيها عادة suction catheter should be smaller than nostril، بس احنا حكينا في معادلات انه ال is preferred نحلها على هذه المعادلات. الأوبن للباكج للكاثيتر لازم يكون سترايل. كونكت السكشن تيوب او ريجيد سكشن كاثيتر تو ذا كونكتينج تيوب اند سكشن سورس. سكشن بريشر نحط البريشر على الابروبريت الملائم للكاتيجوري الموجود عندنا بالذات اذا هو ادلت يعني نحطها لل 150. اجين بناخذ بعين الاعتبار ان ما بنعمل انجري للسنسيتيف تيشوز. اهم شيء نعمل مينتين الستريل تكنيكس. نحاول لانه وحده again من الكومبليكيشن ريليتد ل السكشن ممكن يكون في عندي انه يصير انفكشن بالذات اللي بضلهم على فنتيليتر فور لونج تايم عندهم القابليس اللي عندهم فنتيليتر نمونيا فنتيليتر اسوسييتد نمونيا اللي هي الفاب واحنا بنحاول نتفادى هذا الشيء. كيف نعمل أورو نيزو فرنجيال سكشن with pulp syringe؟ أول شيء نعمل squeeze للبلب away from the infant to remove the air. الشغلة الثانية لما نعمل سكشن نبدأ أول شيء بالماوث then the mouth. فبنعمل نضغط على البلب بعدين نعمل open للماوث نعمل insert للسرنج tip at the side of the mouth. نعمل advance للسرنج to remove the thin secretions. بعديها نكرر نفس العملية لما نطلع من مسحة بعديها منرد شو بنعمل squeeze the bulb lift the nostril slightly and suction the nose insert the syringe tip straight back into the nostril or at right angle to the face. So again أهم إشي البوينت اللي هم mouth then nose. قبل ما بنضغط نضغط أول إشي السرنج البلب بعدين بندخله لأنه أورد عشان يشتغل النيجاتيف بريشر ويسحب thin secretions. طبعا هو يستخدم للشغلات اللي بتكون زي thin secretion mostly
وبيسهل عملية respiration process especially عند النينيات والإنفانت. طبعا نحكي عن الأورو نيزيال فارنجال سكشن والسكشن كاثيتر. جينا هذا قبل ما نعمل جوا طبعا using intracranial tube. لكن سكشن بالبداية بنعمل بالماوث قبل النوز كقاعدة، لأنه sometimes إذا في لا سمح الله secretion جوا الماوث وفجأة عملنا النوز قبل، فالواحد رح يحاول يشق من وين من تمه، فبنخاف هاي secretion تفوت وين على اللنكس فيها، لهيك بنبدأ بالماوث قبل النوز. طبعا بنعمل open للماوث advance until the tip touch secretions، بعدين بنعمل عملية السكشن لما نعمل شو block the side of the board، وأكيد أنتوا بتعرفوها وطبقتوها. بعدين لما نطلع الكاثيتر نطلعها بوات بتويستنج موشن عشان نحاول نخفف الانجري انها تعمل لا الوولز لا للاورال او النيزل كافيتي فيها. برضو نفس الشيء لما نعمل انسيرشن للكاثيتر انتو نوسترال بلوك للسايد بورد بيجن سكشنينج وذ ذا تيب انها تكون تاتشينج ذا سكريشن وريموف كمان الكاثيتر وذ تويستنج موشن. طبعا الفكره في انه بالذات لما يكون في عندنا تو ماتش سكريشن بنحاول ان نضلنا شو انه نحاول نضلنا مثبتين للتيوب وما نضلنا نحرك فيه او الكاثيتر سوري وما نضلنا نحركها انه يعني very necessary انه نعمل hold suction catheter انه the same place لا يعني اقلها for a period of time لانه لما يكون في large amount of secretion are present عشان انه as possible انه نشيلهم ما نضلنا نعمل continuous suction attempts ليله. طبعا برضو لما بنعمل تريكل تيوب سكشن وذ سكشن كاثيتر نفس الشيء بدنا نعمل بري اكسجينيشن للبيشنت اقلها 2 minutes to up 5 minutes لما يكون على الفنتيليتر لنضمن انه عنده اشباع ممتاز بالاكسجين عشان نعمل اني نضمن اني كومبليكيشن ما يصير. with the thumb بندخل طبعا with the thumb off يعني من بعد طبعا الثمب عن السايد بورد بندخل السكشن كاثيتر through the tube down to the trachea until resistance is met. هاي دلالة انه هنا عم نعمل شو deep suctioning. again المفروض لما يكون في resist بالذات cuffing انا شو حكيت لكم نتذكروا كتير منيح نعمل withdrawal من 1 to 2 cm بعدين نبدأ عملية السكشن عن طريق انه place on the thumb over the sideboard وبعديها شو بنعمل نعمل withdrawal مع twisting motion للكاثيتر. طبعا اكيد each time الكاثيتر بدنا نعملها irrigation بالnormal saline ونغسلها ونعقمها very كتير منيح. طبعا ما بدنا نستخدم يعني باي سيتويشن ممكن انك تستخدم is preferred انك ما تستخدم اللي بتستخدم للأورال كافيتي ما تستخدمها للنيزل كافيتي. هلا بعدين اكيد بعدين نعمل اكسجينيشن اكيد every 5 to 6 minutes بنضل نعمل repeated as necessary اذا كان في suction attempts. وانا حكيت لكم preferred انه اكتر من 3 مرات never do بالسيشن الوحدة فيها ومثلا بالذات اللي بضلهم too much long time على الventilator ما بنعمل سكشن الا ما يكون في انديكيتر. ما في داعي في شيء اوقات بسموه روتين سكشنينج هذا ما في داعي له. وحتى في sometimes انه بيعملوا لك انه بيحطوا في كتب راح تلاقوا انه بيعملوا ادفايس انك تحط من 2 to 5 سلاين لتعمل انه تحلل للسكريشنز وبلا بلا بلا هالقصص. لا النيو ريسيرش تقول لك نيفر تو دو بالعكس هذا انك بتعمل مور كومبليكيشن اكثر مع البيشنت من ضمنها انكريز الكرينال بريشر بتعمل ممكن هايبوكسيا discomfort للبيشنت يعني. وبعدين فعليا هو طلع ما بيعمل ما فيها الايفيدنس انه فعليا هو بيحلل وبيعمل لوزنج لهاي السكريشن سو نيفر انه نعمل هذه الاتيمب فيها. طبعا في عندنا ساينز بتعطينا انه السكشن كان افكتيف لما يكون في عندنا البريك الورك اوف بريث ريديوس اليوز الاكسسوري ماسلز خف صار عنده الريسبيرتوري ريت ريديوس الانكريز بالاوتو سات. طبعا دائما لازم نعمل كونتينوس موتورنج ديورينج عمليه السكشن سواء بري وديورينج وبوست
visible evidence للremove secretion، بنلاحظ انه في already ان secretion عم تطلع عم نشوفها. absence of edible secretion in large airway patient بيعمل color improving، برضو الكلر بيعمل امبروف. الفيتال ساينز ترجع للنورمال زي الاي سي جي واتيفر. الريسبيرتوري باترن بالذات احنا حاطينه على على زي بالاي سي يو والسي سي يو على مونترينج بصير امبروف لان بريث ساوندز. كل هاي بتعطينا ساينز انه البيشنت او السكشن كان فيري افكتيف ويعني وكان جود لهاد البيشنت. طبعا بالمحاضرة اللي قبل شرحنا لكم عن كيف الوي انه ندخل التيوب وكيف preparing للإكويبمنت و everything. ذا كلمة كنا حكينا حتى من ضمن preparing للإكويبمنت انه بدنا نجهز اغراض كرمال كيف نعمل او نتأكد انه انت دخلت exactly صح في التيوب ولا لا فيها. طبعا في عدة طرق نعمل فيها، في شيء اسمه بسموه primary، في secondary ميثودز كيف ان نعمل confirmation. طبعا اهم اشي من ضمن البرايمري اننا نعمل confirm اذا احنا اول insertion للتيوب كان صحيح ولا لا. في شيء اسمه clinical assessment وهراح نحكي فيه in details في many details related لإله. بعدين السيكندري هم الثلاث خيارات الموجودين، في يوز للكولومتريك اكسلهيتد سي او 2 ديكتر، في يوز للديجيتال كابنومتري، في عنا يوز في الاسوفيجال ديكتر بلب او سرينج، وراح نحكي فيهم لهدول الويز. اول شيء الكلينيكال اسسمنت. طبعا الكلينيكال اسسمنت بيعتمد على كتير شغلات، في من ضمنها اول شيء بدنا نعمل الفيجواليزيشن اوريدي للاندوتريكال تيوب انه عمل باسنج ثرو للفوكال كورز. لما كنا نحكي عن انه دائما خلي مينتين دايركت كونتاكت مع الاريا للجلوتيك اوبننج، فمن ضمنها كنا نحكي اننا رح ندخل التيوب. فانا لما دخلنا التيوب بدنا نضمن انه في ماركرز على التيوب انه هلا حاليا موجودين بتوين للفوكال كورد. هاي اول واي لنعمل كونفيرميشن لا عملية انه الاتيتيوب بليسمنت. بعدين الشغل الثاني اوردي من ضمن البريبيرينج للتيوب، كنا يعني لما بيكينج للسايز للتيوب، واحدة من الامور الثانية اللي كنا نعملها انه منا نحدد قديت الدبث الابريبيريت للبيشنت لما ندخل ديبلي. انتو لاحظين الصورة اللي قبل، اذا دخلنا بديبلي في عنا هلا لاحظين في عنا تشعيدتين للبرونكاي، في عنا الرايت والليفت. موستلي احنا بيكون في عنا الانتوبيشن بصير وين بالرايت وان. طبعا اكيد اوريدي لما احنا نختار الابوبريت لينكث بدنا نحط عليه ماركر، سواء نحط عليه تاب سواء بالانك، غير انه اوريدي بنمسكه لحد بنمسك التيوب لحد من عند المنطقه اللي عملنا فيها تاب. كل هاي تعطينا انديكيتر انه انت خلص لهون وقف، ما في داعي انك تدخل ديب. طبعا note and mark the ET tube with ink or piece of tab at the point where it emerged from patient mouth. This mark will enable other healthcare professional to determine if the tube has slipped in or out. برضو واحدة من الأمور اللي بتعطينا indicator واحنا عم ندخل وقفنا خاص انه هذا الابربيت ديبث، انه اوريدي ليه بقولك امسكوا من نفس منطق المكان اللي اوريدي علمنا فيه، لانه اوريدي رح يخبطوا اصابعك في اللبس للبيشنت، فانت خلاص بتعرف انه هنا ذات انف ما رح ندخل ديب فيها. الشغلة الثانية ليه بنخلي هاي الماركر او التاب، ممكن يصير في ديسلوكيشن للتيوب فانه يتحرك يا يطلع يا يفوت زياده، فانه هذا بيعطيك انديكيتر انه صح لساته ما صار له اي تشينج بالبوزيشن، ولا بالذات انه احنا لما ننقله بسياره الاسعاف في مطبات في كذا، فبدنا نتاكد انه لساته ما عمل ديسلوج من مكانه ابدا. عاده الافرج ديبث او اللينكت للادلت يعني في فرييشن من عند 21 ل 25 سنتي من عند اللبس فيها.
برضه الشغلة التانية اللي بنحكي فيها اوريدي حكينا عن الدايركت فيجواليزيشن، برضه راح تلاحظ اوريدي البيشنت، احنا لما حكينا الانديكيتن للاستخدام الانتوبيشن كانت في انه البيشنت في عنده ابنورمال بالهايمودايناميك بوزيشن له او ستاتس. سو راح نلاحظ افتر انه البيشنت ما عملنا له انتوبيشن مباشر انه راح يصير في عنده ستابيليتي اور الفايتال ساينز والهايمودايناميك ستاتس اللي راح يصير لها تشينج وراح تكون وات انه ان جود. So hemodynamic monitoring and stability are paramount if a prolonged period of hypoxia or bradycardia occurs during the attempts at intubation, the procedure should be stopped. يعني الفكرة بهاي الفقرة انه sometimes لانه الانتوبيشن عادة بيطول إذا أخذ من أكثر من 30 ثانية، لأنه حكينا واحدة من الكمبليكيشن للإنتيباشن ممكن يعمل سيمولايزيشن للفيجال نيرف، ممكن يعمل وات براديكارديا، ممكن يعمل حتى إليفيشن للإنتركرينال برشر، ممكن يعمل إنه هايبوكسيا لأنه أوريدي البيشنت قاطع عنه هلا التنفس وكل عم يعتمد وين على عليك في عملية الفنتيليشن. So وهاي واحدة من الكمبليكيشن. So أكيد أنت during الأتمس وطولت فيهم أكيد هذا مباشر رح نوقف عملية الاتم للانتوبيشن مباشر، رح نضلنا شو نعمل فنتيليشن للبيشن اوريدي هذا منشن احنا عملنا له منشن قبل. طبعا بدنا نعمل دو جينرال بيشن ايفالويشن، نشوف الابييرنس اوريدي رح تلاحظ انه الكلر عنده تشينج صار احسن، الهارت ريت، البلس اوكسيميتر، كل هاي الساينز الاي سي جي حتى انه كلياتها موستلي رح تتحسن عند البيشنت اول ما نعمل له كوركت انتوبيشن ثرو ذا تريكيا. طبعا الشغلة الثانية هلا من عملية الكلينيكال اسسمنت بدنا نعمل وات انه الاسكلتيشن. طبعا الاسكلتيشن فور وات لللنج ساوندز. هلا رح نعمل لسننج لللنج فيلدز وذ استسكوب. طبعا هي كومنلي تعتبر اكسبتد تكنيك للاسيستنج للاندوستريكال تيوب بليسمنت، بس موستلي الاسكلتيشن طبعا بيتم على عدة مراحل. اول شيء دايركت، اول ما نعمل تشيك للتيوب بوزيشن اول مكان نعمل له احنا انه تشيك اب هو الابيجاستريوم، بعدين بنروح على منطقه الانتركوستال سبيس اللي هي بايلاترال اد الميد اكسيلري لاين. اوكي هدول التنتين بتكونوا كومباين مع بعض بيعطيك 100% بيكون سنسيتيف انه يشوف اذا هو عملنا الانتوبيشن بالإسوفيجس ولا بالتريكيال. بس إذا استخدمنا فقط منطقة الأسكلتيشن لا منطقة الأكزيلري without إنه مستخدم الأريا تبعت الإبيجاستريك 50-85% إنه ممكن الحالات تكون إنه تعمل لك good detect، بس في 15% إنه ما رح تعطيك good confirmation لهاي الشيء. So again بدنا نعمل تشيك اب للتيوب بوزيشن باي اسكلتيشن اوف تشيست والابدومن تو انشور في عنا ايكوال ايريشن اوف بوث لنجز اند اوبزرفيشن للتشيست موفمنت وذ بوزيتيف بريشر انفليشن. مقصود فيها يعني احنا لما نعمل تشيك اب لللنجز بدنا نشوف انه بوث لنجز في عندهم وات في ساوند للبريثنج، والشغله الثانيه انه في عندي وات يعني ايكوال تشيست رايز، اوكي يعني الجهتين بيرفع مع بعض والجهتين بينزلوا مع بعض. والشغلة الثالثة هلا عادة أنا لما أعمل تشيكب على الإبيجاستريوم بضلني أشوف أسمع إنه ما في صوت أني بالبينج أو جرجلينج لي بعطي تو بريثس، فما في أني صوت دلالة إنه وات إنه هاد موستلي إنه إحنا ما عملنا إسوفيجس انتوبيشن هو بالتريكل. هلا لو عملنا إسوفيجس انتوبيشن رح تلاحظ أول ما تعمل تعطي تو بريث رح تلاحظ تسمع صوت شو جرجري وين جوا المعدة، اوكي زي كانك بتنفخ في هواء في مي، فهاي بعطيك صوت الجرجل. او كيف صوت الاركيل لما تقعد انه واحد ينفخ فيها نفس الشيء. لهيك احنا عاده اول شيء بنعمل بالابيجاستريك اريا بنشوف، بعديها بنطلع وين نعمل الشور انه الاسكلتيشن على اللنجز فيها. حتى الاسكلتيشن ابدا اشوف البوث ارياز ليز عشان ما اكون عامل مستيكن انتوبيشن بوحده من اللنجز، يعني في لنج انا عاملها مدخل فيها التيوب واللنج الثاني لا. So بنعمل هلا احنا كمان اسكلتيشن للانتركوستال سبيس بايلاترال اد ذا ميد اكزيلري لاين اد ثيرد انتركوستال سبيس، بنشوف تو بريث على الرايت وتو بريث وين على الليفت،
ليه بنبدا بالرايت؟ لانه موست كومن انه اكثر يعني دائما الانتوبيشن بيكون وين بالرايت لانج اكثر كومن من الليفت وان. هاي من ناحيه الكلينيكال اسسمنت. وبرضه في شغله من ناحيه الكلينيكال اسسمنت، راح نلاحظ نفس التيوب اول ما تدخله راح يبدا يكون في اثار زي بخار او ندى جواته، دلاله وات انه انت كمان انه انت وين دخلت في التريكيال. فهاي كمان وحده انه ساين انه انت عملت انتوبيشن انتو التريكيال. هلا نحكي عن السكندري ويز بعمليه الانتوبيشن. طبعا السكندريز في اذر في كثير تكنيكس، موستلي احنا بنحكي لهم الانتايدال كاربون دي اوكسيديت اسسمنت. عاده هذا شو بيعمل الجهاز هذا؟ طبعا في منه عده انواع، في شيء على الالوان، في شيء على الويف، في شيء بيعطيك فقط نمبرز، يعني حسب الكومنت موجود عندنا. طبعا الفكره منه انه هو بيعمل قديش نسبه سي او 2 موجوده في الاير اللي طالع، بيحسبها بناء عليها بالفعل بيحكي انك انت داخل صح ولا غلط. طبعا هذا يعتبر انه لسه احسن من ناحيه انه الكونفيرميشن، لانه بيعطيني اذا في كومبليكيشن صارت، في عندي مشكله في سكريشن، في كتير شغلات احنا بنحكي فيها. اوريدي هو adjunct for determining ventilation adequacy، انه اوريدي انه قديش هو effective ولا not effective. بالذات احنا بنحبه لما يكون في عندنا CPR، بحبوا يستخدموه كتير. ليه؟ لانه بيعطي ديدكت اذا انت عم تعمل جود كومبريشن ولا لا، انه بالفعل عم بتفوت نسبه اكسجين منيحه وعم تطلع السي او 2 نسبته برضه منيحه. هذا بيعطيك انه يو ار دوينج جود تشست كومبريشن فيها. طبعا كونفيرمز ادفانس ايرواي بليسمنت، اكيد هو بنستخدمه، يعني هو يعتبر من الادفانس تكنيكس لنشوف اذا في عنا انه احنا عاملينه التريكل او الاسوفيجاس. Again الانتايدل CO2 ديديكتور تايبس كولوميتريك، بيعتمد على الكولرز، الديجيتال فقط نمبرز، والديجيتال ويف فورم اللي هو بيعطي نمبر مع مع ويفز، زي يعني زي كيف انه الاي سي جي بيعطي ويفز، في كمان زي ويفز لهاي الامور. موصلي هاي بنلاحظها وين بيستخدموها في الاي سي يو والسي سي يو يعني والاوبريشن روم، يعني بس مش غلط تعرفوا انهم موجودين. اول شيء بدنا نحكي عن الكلوريمتريك اكسليتد سي او 2 ديتكتور. طبعا هو عاده ديسبوزبل كلوريمتريك ديتكتور وذ ان انكوبريتد بي اتش سنسيتيف كيميكال انديكيتور، يعني هو بيعتمد هلا على شو؟ على قاعديه الغاز اللي عم يطلع. اوكي هلا موصلي ما دام هو سي او 2 اللي عم يطلع، دلاله انه البي اتش او لازم البي اتش لازم سوري البي اتش لازم يكون وات لو، يعني كل ما كان الكونسنتريشنز للسي او 2 اعلى كل ما زادت الاسيدوسز لمين؟ للسوائل الغاز الجنرال. عاده اللي بيصير هو بيصير في كلر تشينج بدون عمليه الانفليشن والاكسبريشن، يعني ما بيضل اللون لون نفسه. هلا خلال الانفليشن لون وخلال الاكسبريشن لون، يعني again لان depending على تغير قاعديه الالوان. طبعا في عنا كولر ثالث برضو رح نحكي فيه شو بيعطينا انديكيتر. anyway هو mostly بيعمل indirectly reflecting the change in CO2 concentration in the gas passing through it، يعني ليش هذا التغيرات اللون عم بتصير؟ بسبب انه في تغيرات بالconcentration لل CO2، يعني اكيد هلا CO2 لما يفوت غير لما يطلع. هلا mostly لما يطلع بيكون concentration تبعه شو عالي بعملية الexpiration، بس بعملية الinspiration بيكون وات انه اقل، نسبة دائما الاو 2 اكتر. So هلا عادة positive test result confirmation للplacement للإتي تيوب with التراكيا، where انه negative test result انه strongly suggest للإسوفيجال intubation فيها. طبعا ورح نحكي فيها برضو هذا في منه انواع، في ناس بيستخدموه مع الادل، في ناس بيستخدموه مع البيدياتر. طبعا هذا بيعتمد وات على الويت عادة فيها. الشغلة الثانية نشوف طبعا الاكسبيري ديت لإله، لانه هذا كمان له اكسبيري ديت. ديسبوزبل يعني هذا من كبه، يعني لكل بيشنت بيكون في حدا واحد دفنت نستخدمه. طبعا اهم شيء نعمل تشيك للديتكتور الاكسبيريشن ديت،
بدنا نشوف الاسبكت للبرايت للبيربل والدراينس، بدنا نشوف الجهاز نشيك عليه. عادة البيدياتريك ديفايس بيستخدموها مع الشايد اللي أقل من 15 كيلو، والأدلت بيستخدموا له حتى لو كان شايلد، المهم انه بيستخدموها بيعتبروها الادل ديفايس اذا كان واحد يساوي او اكثر من 15 كيلو، هذا كان سوري اقل من 15 كيلو. طبعا اكيد رح نعمل اتاج للديفايس عاد الاند للاي تيوب، وطبعا رح تكون زي كونكتر بينها وبين الاي تيوب والبي بي ام. لما نعمل فنتيليشن طبعا ما رح يصير تغير اللون اولها، ليكون عندك قراءة صحيحة بيظهر بعد من 6 بريث ل 8 بوزيتيف بريشر بريث، يعني بعد ما تعطي من 6 ل 8 يعني زي تنفيخات بيعطيك الكوريكت ريزلت اذا سواء كان نيجاتيف او كان بوزيتيف فيها. طبعا اكيد بدنا نعمل هلا شو احنا ابزرفيشن للديكتور كلر تشينج يورين وات اكسهيليشن، لان بيهمني وات اكسهيليشن انه شو صار اللون. طبعا الكالر تشينج فروم بيربل تو يلو ان بريزنس اوف اكزهيليت للسي او 2، عاده اول ما انت تعطي بريث يعني انهيليشن بضلوا بيربل، اول ما البيشنت تترك له مجال انه والله يطلع اكزهيليشن للسي او 2 المفروض يتحول لوات لليلو. هلا لو ضل باللون اللي تان اللي هو بالوسط هذا موستلي بضلوا على اللون التان مات باول 6 ل 8 تنفيخات، بعدين بتغير لشو لليلو، هذا فاين عادي ما فيها مشكله شيء ما بيخوف. بس برضو بيعطينا انه اذا ضلت بيعطيك other indicators بنحكي فيها زي ما انتم ملاحظين. so يعني الفكرة حيضلها سايكل بتغير ما بين البنفسجي والاصفر، بنفسجي واصفر، بنفسجي واصفر during inflation oxidation process. زي ما انتم ملاحظين هي كيف عملية تركيبه، الجهة في الجهة بتنشبك دايركت مع الكونكتر للادابتر للاي تي تيوب، والجهة الثانية وين بتنشبك مع البي في ام او البريثنج ديفايس، سو هو بيكون از كونكتر بينهم. طبعا اليلو عاده متى هاي اليلو بتظهر؟ انه بتظهر بعمليه الاكسهيليشن. البيربل عاده بتظهر لما يكون اوريدي انت لسه عم تعمل انفليشن. طبعا هلا لما يصير تتغير هاي السايكل من بيربل ليلو ذاتس جود، دلاله انه انت التيوب از كوركتلي بليس، خلص ليف ذا تيوب ونعمله سكيور. هلا لما تضلها بيربل وما تتغير دلالة انه التيوب انه كوركتلي بليس، يعني انت هلا رح تعمل شو؟ رح تشيل التيوب وتعمل فنتيليشن بعدين رد نعيد شو عملية الانتيبيشن، دلالة انك وين داخل بالاسوفيجس. هلا لما يصير تضل الكلر تان اكتر من 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 يعني نفخت 6 مرات ورجعت كمان مرة نفخت 6 مرات، يعني هل شو بحكي لك فنتيليت 6 مور تايمز، يعني نفخنا اول 6 مرات رد كمان مره نفخ كمان 6 مرات. هلا في ستيل تان ليف ذا تيوب ان بليس اند سيكيور ات، اوكي انه ما تشيله خلص يعني امورك انت داخل، بس في بيكون شو في سم واي انه عامل انه البريفيوجن مش جود بعمليه، او انه الكونسنتريشن للسي او 2 مش ولا بود بسبب ممكن في شويه مايل سيكريشن او وات ايفر فيها يعني. فممكن لو عملنا suctioning هنا انه واتي يصير improve للكلر فيها، بس دلالة انه التان هون on good انت داخل وامورك تمام. ممكن شو عامل داخل وانه والتيوب دقر وين بجدار يعني slightly انك اجب بطريقة انه المورفي اي والتيب للاتي تيوب جايين على نفس direct الوول للتريكيال، فعامل slightly انها شو اكلوجن للاريا هناك، فممكن لهيك انه عم يعطيني انه التان كلر. طبعا قبل ما نحكي عن الكابنوغرافي انه ان جنرال كل تايبس للانديتايد الكربون ديتوكسيد مونترينج صارت بكم جولد ستاندر للكونفيرم للاندوتريكيال تيوب بليسمنت وللافكتيفنس بالذات للتشست كومبريشن. طبعا زي ما احنا حكينا بالسلايد اللي قبل عن الكولورمتريك، طبعا الكولورمتريك انا نسيت احكي لكم هلا حكينا احنا هو بيعتمد على الكولورز. طبعا الكولورز كانت هي بيربل وتان واليلو. هلا لما يكون بيربل دلالته الكونسنتريشن انه للسي او 2 بيكون اقل من نص بالميه، اذا كان بال انه تان بيكون الكونسنتريشن ما بين
النص والاثنين بالمية، وإذا كان طبعا أكتر من طبعا كان يلو هذا دلالة إنه الكونسنتريشن أكتر من 2%. طبعا in some cases الكونترومتريك يعني بيعطينا wrong أو بيكون deactive device حالات إذا كان هو exposure لو الwater استخدمه أكتر من ساعتين، كان في vomits، كان في pulmonary secretions مع some medication بزيد الأسيديتي. بحالات الكارديك أرست برضو بيكون kind of ineffective إن نشوف إذا إحنا عملنا good intubation ولا لا. الفكرة ليه؟ لأنه already عملية النورشمنت للأريا هديك بتكون low perfusion قلت، سو أكيد هلا إنه عملية التخلص من السي أو 2 راح تكون أقل، لهيك ما بنعمل ديدكت actual ديدكت للسي أو 2، لهيك ما بيعطينا إذا إحنا عملنا والله correct intubation سواء كان بالإسوفيجس أو كان correct كان بالتريكيال. ف sometimes إنه بيكون يعني بحالات الكارديك أرست في صعوبة، أو in some cases بيكون في mistaken بيعطينا إنه للإسوفيجس intubation بحالات إنه مثلاً لما عملنا بيكون في عندنا gastric insufflations بالذات بالingestion بالcarbonated material أو ببريدج اللي هي إنك تأخذ زي إشي من المشتقات البترولية by accident أو الأنتي أسيدز أو بالhypopharyngeal intracheal placement. عادة بالهايبوفرنجل انتريكل بليسمنت انه after 6 ventilation يعني تبدأ الويف فورمز بالدمينيش سو فنش، سو ببين انه في عندنا هنا رونج انتيبيشن. لهيك دائما احنا نحكي بريفيرد انه من 6 ل 8 واتيفر كانت، يعني سواء كانت بالكولومتريك او بالكابنوغرافي. الشغلة الثانية من ناحية هذول اللي كنت حابة أحكيهم من ناحية الكولومتريك، طبعا لما إحنا يكون في عنا wrong intubation زي دخلنا بالإبيجاستريك بين معنا أكيد رح نعمل هلا ديفلات ونعمل withdrawal سحب للتيوب، طبعا بعدين بنعمل عملية الventilation again لما قبل ما نعمل رياتيم. إذا طبعا ما بين معنا بالإبيجاستريك بين إنه إحنا عاملين رونج انتيبيشن أو مستيكن انتيبيشن بوحدة من اللونجز موستلي هي الرايت وان، شو بنعمل أجين؟ بنعمل سلايتلي ديفلات لهاي للكف، بعدين بنسحب بنضلنا حاطين اسكلتيشن بنضلنا نسمع بالبوث ساوندز، بنسحب طبعا ويدرول انت بتحكي من 1 لـ 2 سنتي يعني تقريبا بنضلنا نسمع لحد ما نشوف انه البوث لانجز صار فيهم ساوندز فيها، لحد هون بنوقف، احنا ما بدنا نسحبه مرة واحدة. طبعا هاي اذا كان انه طبعا طلع معنا انه في something wrong، ودائما بريفيرد لما نعمل confirmation ما نستخدم التكنيك انه يكون في accomplish يعني اكتر من طريقة نعمل confirmation لنتأكد انه ما في any problem فيها. طب بعدين من ناحية الديجيتال كابنوغرافي، طبعا هلا بدنا نحكي عن الديجيتال للكابنوغرافي. طبعا من كلمة جرافي اكيد انتو اخذتوها بالميديكال تيرمز دلالة انه في حركة ويفز في الموضوع. الكابنوغرافي is the method of detection للإكسهيل CO2، يعني واحدة برضو من التايبس للسي او 2 ديديكتر، بيعتمد على انه في سنسير بنحط بينشبك بطريقة معينة حسب المانيفاكتر للمصنع لهذا الكابنوغرافي، بناء عليه بصير يعمل وات بيعطي ريدينج ريفليكتينج قديش الكونسنتريشن للسي او 2 بالاكسلهيدد جاسز الموجودة عند البيشنت. طبعا وهذا الحلو بالجراف انه بيعطي زي trending over time
بالذات بحبوا يستخدموا هو هذا اللي اوريدي بيستخدموه بالاي سي 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 يو، بيعطي ديمونستريشن للتشينج بالاسيد بكومبليكيشن، زي في عندنا ديسبليند للتيوب صار في بايند لإله، اوكلودد بسبب سكريشنز، صار في عندنا ريسبيريتوري ايشوز، بيعطي يعني كل تشينج بيكون في له انديكيتر معين فيه، فهذا الحلو فيه. طبعاً this device show irregular waveforms which indicate the correct attitude position. المدام في زي square shape دلالة إنه قد في عنا ال CO2 optimal وموره تمام. في سواء طبعاً ب frequent معين، زاد frequent دلالة مثلاً في عندي hyperventilation، قلل frequent دلالة في عندي hyperventilation. راح إنه ما في at absence at all، ممكن دلالة في عنا سيستول أو عنا الإسوفيجال انتوبيشن فيها حسب الكنيكة الإشي الموجودة عندي. هلا طبعا الـ waveform reflect how close numeric values to the actual inlet tidal volume. أكيد في سنسر بينحط indicate by manufacturer، بيعطوا instructions كيف إنه ينحط على ينشبك مع التيوب. من نعمل observe ليكون في عنا square wave form، وهي بتعمل indicate إنه عنا correct للإتي tube placement. عادة لما يكون عنا absent ما في عنا هاد square wave forms، هذا بيعنينا indicated إنه ال improper للplace للإتي tube، أو again في عنا low exhaled CO2 بسبب issues معينين وإحنا هاي عملنا لهم mention قبل. عادة النورمال فيسيجن رينج لل readings لل البارشيال انديتيديال الانديتيديال للسي او 2 الاكشوال الريل نمبرز هي من 38 ل 42، بس احنا دائما لما نحط الرينج بنوسع شوي، نخلي الفقره البيريود اوسع بنفتحها شوي. طبعا ملاحظين في عندنا هلا بنشرح كمان شوي بالسلايد اللي بعده راح تلاحظوا زي في رسمه. طبعا الرسمة هاي او هاي الارقام الكابيتال ليترز تعطي indicated many things فيها. خلينا نفتح الرسمة احسن اشرح لكم عليها. طبعا لاحظوا هاي الرسمة عندي، الرسمة هلا مقسمة ل A B C D E، لاحظوا الارقام الليترز. طبعا هلا ال A والB من ال A لل B هذا بيعطينا indicator انه صار عندي ال end لل inspiration، يعني شو حكينا الاسبيريشن عملية الشهيق، يعني آخر نفس الشهيق بصير عندي وات، بينزل مستوى وات إنه ال CO2. ليه؟ لأنه بلشت عملية إنه في عندي إشباع بوات، عم بفوت أكبر كمية من ال O2 وموصلي عم بعمل واش أوت لل CO2. سو هون بهاي الأريا اللي هو الأصفر هذا من ال A لل B بيكون الكونسنتريشن لل CO2 بيكون وات زيرو. هلا من B ل C هاي بداية شو عملية الاكسبيريشن، اوكي عملية انه الزفير. سو بلشت تلاحظوا من البي لسي عم يرتفع نسبة وات السي او تو، اوكي سو لانه الكونسدريشن لا الاكسبير سي او تو بلش يرتفع. اوكي طبعا السي للدي هاي اللي هي فترة لسه احنا عم نعمل عملية الزفير فيها، فزي نوع من الاستقرار فيها. عادة الالفيولا هون بتاخد بارت انه دلالة هاي بهاي الفترة هون بصير الالفيولا بصير الاكسشينج للغاسز فيها بهاي من السي للدي. بس لاحظوا هون عند الدي بيكون وات البيك، هاي اللي انا بتهمني هون، بيكون عندي البيك لمين للسي او تو، اوكي لانه شو خلص بلشت عملية انه الزفير تنتهي، فوين بتكون عندي البيك بالدي فيها، لانه هون بيكون الماكسيمال انتايدل كونسنتريشن في اعلى حده، لانه هون بداية الـ end للـ expiration. هلا الـ D والـ E هون بداية شو؟ الـ inspiration. سو لاحظوا شو عم بيصير، عم ينزل drop بـ CO2 concentration، لهيك انه already لين inspiration بلشت ادخل O2، فتركيز الـ CO2 عاعد عم بيقل، فالـ gas containing no CO2 is mixed with a small amount of residual expired gas in the breathing area. So هاي عادة، فبنرجع لمنطقة الـ E. الـ E again هي بيكون في عندي this rapidity loaded at until gas containing no CO2 is begin inspired اللي هي في الـ E فيها.
again النورمال كونسنتريشن عادة أنا اللي بدي إياه الراتيو لـ CO2 بكون إحنا حكينا الأكشوال من 38 لـ 42، بس إحنا دايما نعتبر خلص من 35 لـ 45 هي النورمال رينج لهاي يعني النورمال ريدنجز، لا إنه بيهمني الكونسنتريشن لـ CO2 بكون بهاي الأريا. طبعا بهذا السلايد في هلا زي جرافز موجودين بعمل نورمال، شوفوا كيف بيكون از سكوير شيب، السكوير شيب بيكون حتى الريت انه بيكون منتظم. البكتشر اللي بعديه هايبر فنتيليشن، لاحظوا هو محافظ على السكوير شيب بس كتره، انا ملاحظ انه كتره لدلالة انه عندي هايبر فنتيليشن. اذا كانوا لايك ذس بيكتشر انه في سكوير شيب بس كتير، شوفوا كيف لونج، دلالة انه عندي وات هايبو فنتيليشن، انه في عندي هايبو فنتيليشن. لاحظوا ان ذس اخر بيكتشر كيف انه بيبدا اخر سكوير بعدين بصير لعندنا زي خط، هذا دلالة انه يا انا عامل اسوفيجل انتوبيشن او في عندي ابنية مع البيشنت فيها. طبعا لاحظوا هاد هاي عادة هو الجهاز اللي بيكون للكابنوغرافي، ملاحظته اوريدي هو لي انا بنسميه عاده ديجيتال كابنوغرافي لانه اوريدي حتى بيعطيني نمبرز، فلاحظين هون اوريدي بيعطيني الكونسنتريشن غير انه بيعطيني الويف شيب بيعطيني الكونسنتريشن للسي او 2، برضه بيعطيني الريسبيرتوري ريت الاو 2 البلس اوكسيميتر البلس ريت، في كتير نمبرز بيعطيني اياها بتساعد بالذات الريسبيرتوري ثيربي، مثل في كمان الاي بي اي اللي هو الانتجريتد بلموني اندكس، عادة هذا زي سكيل من 1 لـ 10، بهمهم دايما زي الريشيو يكون تقريبا لانه قريب من 8 او من 8 للـ 10، هذا موسلي بيكون نورمال ريسبيرتوري ستيتس عنده، زي بيعملوا يعني بيعطيهم جود مونيتورينج للبيشنت ستيتس جنرال. هذا هو الكابنومتري اوريدي، هذا فقط بيعمل ديسبلاي وات وذ نمبرز، يعني اوريدي كمان واحدة من التولز ممكن نستخدمها. اجين بس بيعطيني اغلب شيء هو الكونسنتريشن للسي او 2 مع الريسبيرتوري ريت، برضه ان شاء الله لما نطبق بتشوفوه. شوفي كيف آلية شبكم، هي عندي اليوتيوب هي عندي وات البي بي ام، تنحط ما بينهم از كونكتر هي فيهم. طبعا هلا بدنا نحكي على الاذر كونفيرميشن ميثود، هو اليوز للاسوفيجل ديتكتور للبالب او السرنج. طبعا هدول الديفايسز عدد الفانكشن لهم ديبند على كي ديفرنس بتوين ستراكشر للتريكيا والستراكشر للاسوفيجس. زي ما انتم عارفين التريكيا عاده هي بتكون راوندد باي ريجيد كارتليج، ما دازنت كولابس وين نيجاتيف بريشر از ابلاي. اما الاسوفيجس هو فيبرو الاستيك تيشوز، سو انه عاده هو انه بيصيروا كولابس ايزيلي لما يصير في عنا نيجاتيف بريشر از ابلاي. يعني اللي بيصير انه السرنج او البالب هدول ديفايس بيجوا بينشبكوا وين على التيوب او الاتي تيوب ادابتر فيها. طبعا الشغله الثانيه عادة هم بصير لهم اللي بصير انه احنا بنضغط عليهم يا البلنجر بنسحبه يا البلب انه بنضغط عليها، وبناء عليه بنشوف اذا احنا موسلي الاتم تبعتنا او البليسمنت وين كان بالتريكيال او بالاسوفيجس فيها. هلا يعني بالنورمال واي لما احنا اوريدي مثلا استخدمنا السرنج ديفايس او شو اللي بنعمله، بنشبكه على الادابتر تبع الاتي تيوب، بعدين بنعمل للبلنجر انه بولد باك بنسحبه. هلا اذا كان الاير انتير للسرنج ايزيلي هذا اوكي بيعطيك انديكيتر انه انت وين هلا حاليا بالتريكيال. هلا اذا كان في عندك ريزيستن ازمت هذا لا بيعطي انه وين انه انت في الاسوفيجس، لانه شو اللي صار هلا هناك صار عندي بسبب النيجاتيف بريشر صار في عندي وات كولابس، فلهيك انه صار يعطيني ريزيستنس بعمليه انه سحب البلنجر. سو اذا بالذات فبنعمله اذا طبعا اعطانا ريزيستنس مباشر بنعمل ريموف للتيوب ايميديتلي. اما البلب ديفايس عاده شو اللي بيصير، نعمل سكويز لإلها نضغط عليها بعدين بنحطها على الادابتر وبنخليها نشوف اذا يصير الاو تو ريفيل.
هلا اذا صار لها ريفيل طريقه عاديه دلالتها هاي انه probably التيوب وين بليست بالتراكيا، بس اذا البلب بلشت تعمل ريفيل كتير سلولي او ما عملت اني ريفيل هذا بيعطيك انديكيتر انه احنا في الاسوفيجس، فاكيد بدك شو تعمل تشيله. طبعا اكيد بدنا نعمل لما احنا نحط التيوب اورد احنا قلنا ننفخ الكف، بعدين هلا بنعمل ديفلات للكف وبنشيل التيوب، بنعمل فنتيليشن للبيشنت عن طريق الباك فالف ماسك. هدول عادة كونسيدر انهم مناح بعملية الديدكت ان جنرال، بس هم ريبل بوث عادة سواء البرفيوجن ان نون برفيوجن بيشنت، لانه احنا قلنا اوقات في عنا مشاكل بحالة الكيلومتريك انه بالذات بالكارديك ارست بيشن صعب انك يعطيك انديكيتر لانه بيعتمد على السي او 2، السي او 2 اوريدي بيعتمد على قديش انه عم يصل من البرفيوجن ليتم التخلص منه. هلا sometimes هاي الديفايسز مش دائما انكريت ريزلت فيها، بالذات اللي عندهم اكستريم اوبيز يعني تو ماتش اوبيز يعني كتير ناصحين اوفر الليت بريجرنسي، اي حدا عنده ستاتس ازماتيك بيشنتس بيشنت ويل لارج اماونت اوف سيكريشنز، هذول عاده ما يعني بيعطي رونج ريدنجز ريليتد لهم. يعني انتوا عارفين بالذات بالاوبيس بيشنت والفيميلز اللي بالليت بريجرنسي باخر ايامهم تريكا بتكون عندها التندنسي تو كولابس ايزي لما يكون في نيجاتيف بريشر بسبب اوريدي الاذر واي. نفس الشيء انه كمان البيشنت اللي اوريدي حكينا عنده ستاتيك ستاتس ازماتكس واللي عنده اوريدي جريت اماونتس من السكريشنز موجوده بالسمول ايرويز اللي بتكون عاده صار لها بلوك، لهيك اوريدي بتعطينا ممكن فولس ريدنجز بهدول البيشنت. So again, aspirate slowly over من 3 to 5 seconds. If resistance is filled, then let the tube in esophagus, remove it. If air aspirate, then the ET tube in the trachea. So بنكمل عملية securing. زي ما احنا شرحت لكم ملاحظين. نفس الشيء البلنجر زي اذا انتم ملاحظين. البلنجر again. Doesn't, اذا كان البلنجر in the trachea. اللي بصير انه خلص بعد ما سحبت الامور تمام ما فيها اي مشكله، البلنجر ما بيرجع موفينج. هلا اذا كان التيوب بالاسفيجاس البلنجر رح شو از رد فعل انه صار يرجع بده انه يعمل موفينج باك، يرجع على الوضع اللي هو كان عليه بسبب النيجاتيف بريشر الموجود. والاسفيجاس اذا كانت استخدمنا البلب عاده اذا كانت بالاسفيجاس بتضلها شو البلب انها كولابس يعني او من كمشة على بعضها ما بتعمل ريفل، إذا كانت بالتريكيا مباشر بصيرلها إكسباند فيها. هاي من ناحية الكونفرميشن ميثود. طبعا بعد ما إنه إحنا ضمننا إنه الكونفرميشن أمورها تمام، هلا إحنا شو بنعمل؟ أكيد رح نعمل هلا عملية السكيورينج. طبعا السكيورينج عادة قبل ما نعمل السكيورينج رح نحط الأو بي إيه. فكرة الاو بي اي ليه؟ عشان البيشنت ما يعمل يضغط از ريفلكس يضغط على شو التيوب يعمل له كومبريس، اوكي؟ فهي بتعمل بروتكت لمين؟ للاو بي اي. اكيد رح نضلنا ماسكين الاي تي تيوب كيرفولي. بعدين طبعا في عنا ماني تكنيكس بعملية السكيورنج، يعني ورح انزل لكم اكثر من شغلة كيف، يا بتستخدموا شاش يا بتستخدموا في اوريدي ديفايسز جاهزين يا بنستخدم التاب. So في many things موجودة. هلا عادة بالبري هوسبيتال بيستخدم بجيبوا شاش. اللي بصير بالذات بالميديكال بيشنت اللي ما عندهم any injuries بنحط الشريطة أو الشاشة من خلف النك تبعت البيشنت، بعدين بنجيبهم التنتين بنعملهم زي كروس، أوكي؟ بعدين هذا الكروس بنلفه توايس حوالى البيشنت سوري حوالى التيوب، بعدين بنعمل شو انه اوريدي كريمينج اللي بنربطها بشغله بسيطه يعني انه ما تكون في عندنا صعوبه بعمليه وات انه فكها لما بنعمل ريموفينج فيها. في برضو اذر تكنيكس بحط لكم فيديو لتشوفوها وان شاء الله بنطبقها لما نشوفكم.
تنوسلي عشان ما يصير اني sometimes انه دسلوج لل لل للاتيتيوب فيه. وحكينا يعني في indicators شو بيعطيك انه صار في عندك wrong placement، بالذات يعني راك انه depth انه لا طلع ولا دخل بزيادة. فالreconfirmation للاتيتيوب placement، recheck to make sure there's no gargling or bubbling sound in the epigastric for to breathe، عشان again نفس الشيء. reassess sound breathe bilaterally للaxillary line third intercostal space to breathe right to breathe left. احنا موصلي احنا من منا بالابر ابيكس انه لللوب انه نفحص. رح تلاحظوا في بوكس بتقول لك في السكند، في بوكس في الـ في الـ في البورت انتركوستال سبيس، يعني احنا خلينا على اوسط الامور اخيرها في الثيرد وان. فيها طبعا تيك اكسترا هاندلنج مع الاي تيوب بالذات ان بيدياتريك، لانه ممكن يعملوا ايزلي ديسلوج. اجين رياسس after the patient is in ambulance after change in the position condition نعمل good monitoring للpatient continuously. هلا اوقات في indicators بتعطي انه التراكيال تيوب maybe صار له displaced، يعني فجأة صار drop بالبلس oximeter readings. هذا بيعطي indicate ممكن صار انه تغير في موقعه. اوكي فيها الشغلة الثانية البيشنت ممكن فجأة هو وضعه يسوى أو بيكم كومبتيف أو بيصير سينوز فجأة أو بيصير عنده كارديك أرست أو واتيفر. هاي كمان بتعطينا إنديكيتر إنه صار عندهم ممكن وات إنه صار في عنا التريكيال تيوب مس بليسمنت فيها. سو يعني إحنا لازم هلا نعمل وات إميديتلي نعمل تشيك أب على التيوب بليسمنت فيها ونعمل له كوركشن لإله. طبعا بدنا نحكي هلا عن الاكستوبيشن، شو المقصود فيها؟ انه بروسيس اوف ريموفينج للتيوب اوف ران ان انتوبيتد، اللي هو انتوبيتد بيشن، يعني انه نشيل التيوب من البيشن افتر انه سم كريتيريا. طبعا هذا البروسيجر له سم ريسك وله سم كومبليكيشن. واحدة من الريسك انه انت اوفر نعمل استيميشن للبيشنت ابيليتي تو بروتكت ايروي، يعني والله نقول هذا البيشنت وضعه تمام واحنا يعني يخوننا التقدير وانه نعمل اكستيبيشن هو فعليا مش قادر يعمل اني بروتكت للايروي، فيعني يدخل بفيلير وميت قصه وقصه ريسبيرتي فيلير، فنضطر نعمل له ري انتوبيشن وهذا ممكن انه يكون فيه له كومبليكيشن اكبر. لارنجو سبازم بالذات انه اوريدي لما نشيل التيوب إذا شلناه بطريقة أجريسيف ممكن يعمل لارنجو سبازم فيها، أو حتى إنه ممكن يعمل لارنجو إديما، ولما بيكون بالذات عندنا أبر إيرواي سويلينج فمنلاحظ في عندهم صوت زي الستريدور فيها، يعني أو هورشنس بصوت بالفويس تبعهم، بالذات دول لما يكون عندنا تو ماتش لونج انتوبيشن بيروس فيهم، أو مثلا اللارج إتي تيوب او الكف كان انه زيادة منفوخ. لهيك احنا بنستخدم المانوميتر عشان نشوف اذا البريشر يعني كان ما بين المعقول فيها. الشغلة الثانية اللي بدنا نحكي فيها طبعا don't never ever remove the tube unless you can't re-intubate، يعني ما تشيل التيوب وانت بعدين عارف انه مشكلة فيه وانه راح يصير لك انه ممكن ما تقدر تعمل ري انتوبيت. فدايما انه ضلوا عندك شو بلان بي، يعني حتى لما تعمل اكستوبيشن حتى ضلك مجهز اغراض الانتوبيشن، لانه ممكن باي لحظه البيشنت تكون مش قادر فعليا وتضطر بدك تتدخل فيه كمان مره. طبعا في عندنا انديكيشن للاكستوبيشن انه صار في عنده سبونتينوس بريثينج وذ ادكويت ريت اند تايدل فوليوم، صار البيشنت عندك اوردي كونشنس، فباي ديفول صار عنده كافينج اند كاجينج كوزينج انابيليتي تو مينتين اوكسجينيشن اند فنتيليشن. راح تلاحظوا انه عم بيعاني لانه التيوب موجود فيه، هون بيعطيك انديكيتر انه خلاص يو كان ايبل تو انه نشيل عنه التيوب. سمتايمز يعني في شيء اسمه الوينينج، هو عاده اللي بيصير بالذات اللي بيكون معتمد كليا على الفنتيليتوري سبورت، كيف انه يعملوا له gradually trans من الفول invasive ventilatory support ل the spontaneous ventilation with انه minimal support. هذا بسموه weaning، يعني بلشوا حضروا رئتي شوي شوي انه بلشي اعتمدي على نفسك. هذا بالذات اللي بيستخدموه مع البيشنت اللي صار لهم زمان على الجهاز زي ICU CCU اللي بكوماز كده.
طبعا هدول اهم انديكيشن انه انك تعمل اكستوبيشن. طبعا غير انه الانديكيشن لما بدك تعمل اكستوبيشن انه اوريدي في عندك فولز للتيوب بليسمنت فيها، يعني هاي ما اختلفنا فيها. هلا لما انه اوريدي بدنا نعمل البروسيجر للاكستوبيشن، اكيد بدنا نضمن انه البيشنت كان بروتكت اير واي. بعدين اللي بصير انه بنجهز الادوات المعنيه كامله لعمليه الاكستوبيشن. بعدين بنقعد البيشنت ابرايت سيتنج بوزيشن، يعني بنخليه قاعد، او اذا صعب انه يقعد يعني انه في شيء بيمنع بنخليه على الليفت سايد. هلا هو قاعد يعني يفضل انه شوي يكون عامل سلايتلي فورورد، يعني شوي مايل لقدام. هلا بنطلب بعدين من البيشنت، بنعمل سكشن طبعا للاورو فرينكس، لازم نعمل للاورال كافيتي وحتى للاي تي تيوب، يعني بنضمن انه الاثنين نعملهم شو سكشنين ما يكون في اسكريشن بعد ما نشيله انها تنزل. بعدين بنعمل لما بنشو نشيل ال 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 سوري لما بدنا نشيل التيوب، طبعا احنا بنشيله من وين؟ من بنمسكه من الادابتر اوكي تبع او الهولدر تبعه اللي هو الادابتر. بعدين شو بنعمل؟ بنطلب من البيشنت ياخذ ديب بريث، يعني اقول له خذ نفس عميق. بياخذ نفس عميق، اول ما ياخذ البيشنت نفس عميق، طبعا احنا اوريدي بنكون ماسكين التيوب من طبعا لازم يكون في اثنين، يفضل واحد عند الكف حاط سرنج عشان يعمل ديفلات للكف، وواحد ماسك الليتي تيوب من الهولدر تبعه. اول بنعمل للبيشنت انه نقول له يلا خد ديب بريث، بياخد ديب بريث مباشره. شو بنعمل بهاي الديب بريث؟ اول ما يبصير انه البيشنت بده يعمل عمليه انه نهايه هذا النفس وبدايه عمليه الاكسليشن انه بده يعمل زفير، شو بنعمل مباشره؟ بنعمل ديفلات للكف، واحد شو بيعمل مباشره؟ بيسحب التيوب كامل. هيك احنا بنضمن انه الاكسبيشن كانت ناجحه وما فيها يعني اضمن انه ما في اي كومبليكيشن. بعدين البيشنت بضله على اكسجين، بنحطه على اكسجين ونضل نعمله جود اوبزيرف فيها، يعني السبوز يضلوا تحت المراقبة لفيو اورز ان اموره تمام. بنعمل شوية فريكوينت سكشنينج للاريا لانه شوي بيضلوا يعني عنده زي شوية انه في افراز للسكريشنز. اكيد طبعا كل هاي الامور بنعملها دوكيومنتيشن. هاي انه اهم شيء نعمله ديورينج اي تعامل مع اي حالة اكستوبيشن فيه. I think إنه هلا طبعا الإند إسبيراتوري فيز هي المقصود فيها، يعني نهاية هذا الشهيق وبداية لسه بدي أعمل إكسليشن إنه بعمل ليه، لأنه أوردي بعمل لي فاسيليت وبسهل عملية إنه ريموف للتيوب فيها. هاي محاضرتنا إحنا لليوم، hopefully إنها كانت واضحة وسهلة. ادرسوها كتير منيح، هي البارت واحد والبارت اثنين. احضروا الفيديوهات اللي برفقها يعني منيح لانها بتعطيكم يعني تشبك المعلومة in good way، وhopefully انه يعني تكون امور واضحة. يعطيكم العافية.